يا الله، السلام عليكم شباب. طبعا ظاهرة من تشرح الأيام يبيعون بدن الفخاتي. هاي فختية برية، ما أدري ياكلوها ما شي يسوون بيها. وأنا هسه رحت للسوق شفت واحد عدة ثلاثة، غير ثلاثة والله، لو ملحق على الباقيات هم كانت سرقتهن وطيرتهن. ونريد الله يوفقنا. هاك شنو ذنب نخطيها؟ خليها بقفص، لا بيها صوت لا بيها. هاي شو تحصل منها؟ ايش تستفاد؟ والله ما اعرف شلون الله يوفقنا، ما اعرف. ها يقول لك العراق الله غاضب عليه، طبعا يغضب عليه. طيب شوف هيك الناس هاي تبيح المنها عم، هاي الوجه الله. هاي واحد، هاي الثانية، وهاي الثالثة. والله لا.